يوم الرابع من مايو 1992 هو يوم في علاقة عمل المحكمة عند حاكم تجارية في المغرب. نذكر اليوم الرابع من مايو ولكن تسجيل أول ملف تأخر إلى يوم 22 أكتوبر 1992 وهو الملف رقم واحد والذي صدر فيه الحكم نهار 21 جمادى 1998. وطبعا أول قاضي متدف كان فيه هو السي محمد قادر اللي تذكروا بخير والسي محمد بن معروف الله يشافيه اللي تذكروا بخير كذلك. أما أول مصدر تسمية القضائيات الخارجية فكان طالب بخصوصها نهار 25 يناير 1999 وصدر فيها السيد الرئيس الرئيس مؤسس المحكمة السي عبد الرزاق القراني الأمر بتعيين مصالح 26 يناير. الآن نقدم الإحصائيات وإضافة إلى ملحق ضمن إحصائيات سنة 2021. إلى غاية اليوم لم نفتح أي مستعار للإنقاذ. علاش؟ خلال 2018-2019 تقدم صفر طالب. خلال سنة 2020 تقدم طالب واحد. ومشى للتسوية القضائية يعني من اللي جا ما توفرش فيه الشرط أن يكون يعاني من مشاكل قد تؤدي في الأجل القريب إلى توقفه كي يجيك هو ديجا متوقف. خلال سنة 2021 جانا واحد طالب الإنقاذ هو مشى للتصفية هي اللي دارت عليها الصباح خبيصة واحد مشى للتسوية القضائية. بمعنى لحد الآن لا تفتح أي مصدر الإنقاذ اللي كيجي ديجا. نافع أبو الرام رئيس المجلس الجهوي الخبراء المحاسبين بطنجة تطوان الحسيمة. ضمن هذه الندوة بشراكة مع المحكمة التجارية بطنجة هذا اللقاء كيتطرق لموضوع المصادر الإنقاذ والتصفية والتسوية والتصفية القضائية للمقاولات. هذا الموضوع هذا عنده واحد الأهمية في الوقت الراهن نظرا للأزمة اللي كيعيشها العالم بأجمع الكوفيد 19 وأيضا هذه الأزمة هذه زادوا أزمات أخرى اللي هما مثلا الشح في المواد الأولية الشح في الرقائق الإلكترونية وغلاء التكلفة اللوجستيكية مما سيؤدي في القريب العاجل لمشاكل مالية للمقاولات المغربية. لذا احنا حاولنا ننظم هذا اللقاء هذا باش نوعي المقاولات وأربع المقاولات بالأهمية المصادر الوقائية قبل ما نوصلوا للحالة اللي ما يمكنش نرجعوا للور. يعني غير الشركة ولا المقاولة تحس بأزمات أزمات مالية أزمات قانونية سوسيال تقدروا نطرقوا نمشيو عند المحكمة التجارية باش تعيننا واحد الكونسيلياتور المصالح اللي كيقدر يلقى لنا مشاكل الحلول قبل ما يوقع المشاكل المادية اللي المقاولة ما تقدرش تنوض منها.